موجز لأهم الأنباء من أونلايف. أسعد الله صباحكم. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه رئيس أورغواي تباري فاسكيز المستثمرين ورجال الأعمال في أورغواي إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة المتاحة الآن في مصر. وقال الرئيس السيسي أنه اتفق مع الرئيس فاسكيز على استمرار التنسيق بين البلدين في إطار عضويتهما الحالية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي. انهار برج سكني مكون من 12 طابقا بمنطقة الأزاريطة التابعة لحي وسط الأسكندرية، وتسبب الانهيار في ميل شديد من البرج السكني على العقار المقابل دون سقوطه. من جانبه قال علي مرسي رئيس حي وسط الأسكندرية إنه لا توجد إصابات، فيما تم إخلاء جميع العقارات المجاورة للعقار المنهار في الشارع والشارع الخلفي له حرصا على أرواح السكان بعد قطع المياه والكهرباء والغاز. شارك الألاف من المواطنين الأتراك في مسيرة حاشدة إحياء للذكرى الرابعة لاحتجاجات حديقة جازي بارك التي اندلعت في 28 من مايو عام 2013. كان ناشطون أتراك قد نظموا قبل 4 سنوات مظاهرة حاشدة رفضا لقرار إزالة الحديقة، إلا أن قوات الشرطة واجهت المتظاهرين بكل عنف ما أدى إلى وقوع أعمال شغب بكثير من المدن التركية. في العاصمة الفلبينية مانيلا أعلن وزير الدفاع دولفين لورنزانا مقتل 10 جنود في غارة جوية كانت تستهدف مسلحين متطرفين جنوبي البلاد، لكنها أصابتهم عن طريق الخطأ. وتشهد مدينة ماراوي معارك ضارية مستمرة منذ أكثر من أسبوع بين متطرفين بايعوا تنظيم داعش الإرهابي وقوات الأمن التي تحاول طردهم من عدة أحياء تحصنوا فيها. ختام الموجز، إلى اللقاء بإذن الله.